ستيشن 2 تيمبرال فصة. هي المنطقة اللي بتكون تحت الأرش أوف زيجوماتيك وخلف الريموس أوف ذا مانديبول. هذه المنطقة كاملة هذه هي. طبعا الباوندر الباوندرز الانتيريور بيكون الباك أوف ذا ماكزيلا. البسيريور اللي تكون ليميتد باي سايلويد بروسس. ميديالي باي ذا لاترال ترايجويد بليت ولاترالي باي زيجوماتيك ارش اند كرونايد بروسس. كرونايد بروسس اند ابر بارت اوف ذا ريموس اوف ذا مانديبول. ومن الابوف بيكون عندنا الجريتر وينج اوف ذا سيفونويد. سيفونويد بون من تحت بتكون طبعا فري ما لها اي حدود. الكونتين حق الفصة اللي هو الانفرا تيمبرال الفصة عندنا المسل اوف ماستيكيشن الاربع مسل اوف ماستيكيشن. عندنا المانديبولر نيرف اللي هو فرع من تفرعات الترايجيمينال. عندنا الكوردا تيمباناي نيرف والمكزيلري ارتري. طبعا عندنا اربعة عضلات للماستيكيشن. الاولى اللي هي التيمبراليس، الثانية اللي هي المسيتر، الثالثة والرابعة اللي هم اللاترال والميديال ترايجويد.